السفر غذاء للروح ومدرسة للثقافات والمغامرات، فلا شيء أكثر إثارة من السفر بين عوالم من الأفكار والعادات واللغات والحضارات. ليكسي ألفورد، فتاة أمريكية تبلغ من العمر 21 عاماً، تمكنت من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأصغر رحلة أنثى في العالم بعد أن زارت 196 دولة. استغرقت ليكسي 3 سنوات للسفر إلى كل بلد، والجميل في الأمر أن شغف السفر بدأ معها منذ الصغر، فوالدتها كانت تمتلك وكالة سفر في كاليفورنيا، ما جعلها تنضم إليها في رحلات عملها حول العالم لأكثر من 70 دولة، وبعد أن ادخرت مصروفها الخاص لأكثر من 6 سنوات وتخرجت من الكلية في سن 18، قررت بدء مغامرتها الخاصة. قامت بتقسيم دول العالم إلى فئات، بدءا من أمريكا الوسطى ثم أمريكا الجنوبية وصولاً إلى الدول الأوروبية التي لم تزورها من قبل. أرادت الرحلة الشابة برحلتها المتعددة أن تظهر أن العالم ليس مخيفاً كما يتصوره البعض، وما هون عليها المصاعب هو إدراكها أن ما تفعله أصبح مصدر إلهام للناس من حولها، فقد انبهرت بلطف سكان مصر. وبالنسبة لإيسلندا أرض النار والجليد، فهي الجزيرة الأكثر تفرداً في العالم حسبها، أما عن شلالة أنجل في فنزويلا فقد اعتبرتها أجمل منظر طبيعي. وعن وسيلة النقل المفضلة لدى ليكسي من أجل السفر واكتشاف البلدان التي تزورها لأول مرة، فإلى جانب الطائرات والسفن تفضل السفر بواسطة القطارات، حيث يمكنها التحديق من النافذة إلى المناظر الطبيعية المتغيرة باستمرار، ما يكاد يكون شكلاً من أشكال السفر البطيء. لم يكن مشوار ليكسي الطويل في رحلتها عبر العالم سهلاً، فقد عرف العديد من الخيبات والعقبات، بما في ذلك ترتيب التأشيرات لدخول بعض البلدان، حتى أن الأمر استغرق شهوراً للحصول على تأشيرات بعض البلدان. ومع ذلك فالتجارب المذهلة والتحديات الكبيرة والصعبة طغت عليها التجارب التي لا تنسى، فقد استمتعت ليكسي في مغامرتها الفردية بكرم الضيافة والتفاعل مع السكان المحليين. ولأن الصور الجميلة تعطي ذكريات تخلد في الذاكرة، آلة التصوير لا تفارق ليكسي، حيث توثق لحظة سفرها الممتعة بفيديوهات وتشاركها في صفحتها الرسمية عبر تطبيق الانستغرام. لا شيء يفوق متعة السفر، فهو الجزء المفضل لديها من الحياة، وفي محاولة لتحدي نفسها وتجاوز حدود الممكن بالنسبة لامرأة مسافرة بمفردها، ستقوم بتأليف كتاب عن مغامرتها وتجربها في الحياة. وأنتم، ألا يستهويكم السفر واكتشاف العالم من حولكم؟